متتبعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نناقشوا المشكل اللي تتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والدعم اللي تتقدمه حكومة أخنوش للمهني النقل الطرقي. واش هذا الدعم تاع المهني النقل الطرقي استمر إلى ما لا نهاية، خاصة أن دائما يعني ولينا تنعيشوا هذا الإشكال تاع ارتفاع أسعار المحروقات، ولكن شي بدائل أخرى اللي يمكن تكون تطرى على أرض الواقع. من أجل مناقشة هذه القضية دي نستضيف السي عبد الحق العبوقي، عضو الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وأيضا سي بولاق رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب. سي عبد الحق مرحبا بك. شكرا لك سي بوستا، ومن خلالك نحيي الإخوان الطاقم اللي كيسهر على انفاس بريس. سي يونس بولاق أهلا وسهلا مرة أخرى. أهلا بك وأهلا الضيف الكريم، وكنتمنى نكونوا أخفاء عليكم. سي عبد الحق، واش كاين حل واحد هو الدعم اللي تتخصصه الحكومة أخنوش للمهني النقل الطرقي، ولكن شي بدائل أخرى يعني باش تتجاوز الانعكاسات السلبيه تاع ارتفاع اسعار المحروقات على مهني النقل الطرق؟ اولا مرحبا بالاخ ديالنا يونس، وكنتشرفوا بالمعرفه ديالو كمهني. وهم واحد بالنسبه لينا حنا كنا كمهنيين ديال النقل، بالنسبه لهذا الامر هذا ديال الدعم او لا الاعانه ولا نسميوها حنا شي سميه اخرى، تقولوا شي وحدين تقولوا صداقه، فهذا يعني ما كافيش. المفروض احنا كمهنيين عندنا بدائل، لما لا راه غادي شاطرني الراي الاخ يوسف يونس بس سميح في الامر هذا ديال لما لا نفكروا يكون واحد البنزين مهني، غازوال مهني. غازوال مهني مثلا واحد السيد غيدير شاحنه ولا حافله ولا سيارة الأسرة يدير الغاز البنزين، فغيديرو باش يخدم به، باش يقدم به واحد الخدمة. وفي الغالب هاد الخدمة اللي كتقدم بثمن التكلفة. الآن حنا في 2023 كتقدم بثمن التكلفة، لما لا نفكروا حنا كمهنيين وكذلك الدولة في خلق واحد البنزين مهني، لأن تعطلنا بهذا الأمر هذا. هو الطلب تاع الغازوال المهني راه ماشي الطلب تاع اليوم وسنوات كما قال السي عبد الحق، والمهني تاعنا قد يطالبوا بغازوال مهني. بالنسبه لك انتم سي يونس بولاق، واش تشوفوا دابا هذا هو الحل الوحيد اللي كاين، عوض دائما الدعم اللي تخصص المهني النقل الطرقي، واللي وحدين تيقول توصلنا به وحدين تيقول ما توصلناش به؟ اكيد اخي بوستا، كما كتعرفوا وهذا كان مطلب ديالنا منذ سنوات قبل ما تكون هذه الزيادات المتكرره ديال الغازوال. واليوم اصبح من الضروره باش تحدد واحد الغازوال مهني الناقلين ديال قطاع النقل الطرقي المسافرين بين المدن، لان كما كتعرفوا هذا الدعم الذي يتوصلوا به المهنيين هو غير كافي بتاتا، لان كما كتعرفوا نمشيو حنا غير الخط قصير اللي ما كيتجاوزش واحد 250 كيلومتر، راه كيستهلك تقريبا واحد 600-700 درهم يوميا. عندنا الحافلات المسارات ديالها هي جد طويله، مثلا الداخله أكادير إلى آخره، اللي كتستهلك تقريبا ما بين 3000-4000 درهم ديال الغازوال يوميا. ماذا يعني 7000 درهم لهذ الحافلات؟ يعني 7000 درهم هي دعم تقريبا يومي ماشي شهري، ناهيك عنا ما كنتوصلوش به في الوقت ديالو. وعندنا مهنيين اليومين هذا لم يتوصلوا الدعم ديالهم ديال الغازوال نهائيا، يعني كاين اللي نهائيا وكاين اللي بعض المواكبات بعض المواكبات لم يتوصلون بها. وهذا شيء ما عرفناش شنو، طالبنا راسلنا كاتبنا الاداره الوصيه جلسنا مع الناس المسؤولين دون جدوى، وباقي ليومنا هذا نطالب، وكنسمعوا اليوم بان كاين دعم جديد. يعني نفس الامر سوف يكون، فئه كتوصل وكتستافد هذه الاستفاده اللي هي كنعتبروها حنا غير مهمه، وجزء لم يستفيد ليومنا هذا، وكنطالبوا من الاداره المعنيه باش تعاود ديك لا بلاتفورم ديالها تعاود تجهزها بتقنيات اخرى. هاد المشاكل اللي تعرفها تخدم تاع الدفعات تاع المهنيين النقل الطرقي هي اللي تتخلي بعض المهني تاع النقل الطرقي تيقول خصنا نخرجوا من هاد الحل ونمشيو للحل الاخر اللي يكون هو منظم اللي يكون هو مؤطر، هو الغازوال المهني ولا تسقيف تاع الاسعار المحروقات. اشنو رايك السي عبد الحق؟ راينا ان يكون البنزين مهني اللي يستافدوا منه المهنيين كل النقاله كلهم، يعني ويكون ماشي موسمي، يكون يدار في واحد مثلا ولكن كيفاش الاجراءات تاع الغازوال المهني؟ مثلا ماشي صعيب، مثلا واحد المحطه معينه اللي نديروا فيها كنا حنا كنقاله نديروا فيها البنزين، لما لا؟ ويكون واحد البطاقه اللي تكون عند يا السائق المهني اللي كيشتغل بهذيك المركبه
يعني هو اللي كيدير الغازوال او لا الشركه اللي كدير الغازوال يكون عندها حتى هي البطاقه، وراه كل شيء باين وكل شيء واضح. يعني ملي كتاخذ العداد ديال الحافله ولا المركبه اللي غتاخذ راه كتعرف شحال 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 مشات مثلا كيدير بين المدن، راه عارف شحال شحال من كيلومتر، معروف كل شيء. يعني الحلال باين وحراره كل شيء باين، يعني الاجراء ديالو يكون فيها شي مشاكل الغازوال المهني في حالتي لما قررت الحكومه التطبيق ديالها؟ لا اعتقد غتكون مشاكل. كتعرفوا بان البواخر اللي كتواجد في هذا المحيط اللي هو مغلق هي تستفيد الان هذا الغازوال المهني. حنا سوف تخصص محطات كما قال الاخ الكريم، محطات خاصه، ماشي خاصه غير جزء منها يكون خاص بالحافلات وبجميع وسائل النقل اللي غتستافد من هذا الغازوال. يعني مساله عاديه للحكومه اللي بغات تشتغل، مساله لا اعتقد بان غتوجد عائق. وحنا دائما ننتظر، حنا يمكننا نتكلفوا، حنا يمكننا نساعدوا في هذا الامر، يمكننا في اطار تشاركي نلقاو واحد الحل مناسب، وهذا ليس بصعب. انتما سينوس مره تديروا اجتماعات مع الوزاره تاع النقل، واش هذا الملف تاع الغازوال ما تيطرحش ولا تطرح شنو الراي الرد ديالهم؟ ايوا طرح، كتكون ديما وعود بان سوف نفك المشاكل ديال المهنيين الذين يتوصلوا، كنطالبوا بغازوال مهني سوف شنو الرد ديالهم كحكومه؟ كيقولوا لك بان سوف نناقش الموضوع مع الجهات المعنيه، مع رئيس الحكومه، مع الوزراء المعنيين من اجل حل هذا المشكل، وكتبقى الامور على ما هي عليه. حنا طالبنا كما قلت لك السي بوستابات المسألة ديال الغازوال المهني منذ سنين قبل ما نوصلوا لهاد المشاكل ديال الزيادة المتكررة ديال الغازوال، ولكن دون أي رد دون أي جدوى. واش ما كياخذوش الموضوع بعين الاعتبار؟ واش هما ما كيقدروش يتوصلوا الحلول مع الجهات الأخرى المسؤولة؟ لا ندري، ولكن حنا دائما نلح على هاد المسألة ديال الغازوال المهني عوض هاد المنح اللي هي غير كافية واللي هي ما لا يستفيد منها جميع المهنيين ولا تؤخذ في وقتها. دابا غنشوفوا البوابة سوف تفتح في 7 سبتمبر، الناس غتبدا توضع الطلبات ديالها، راه أكيد ما غيتصوب المنح حتى 31/9 أو 1/10، هذا كون على يقين. وهاد المساله راه تعيق المهني كما كتعرفوا، حنا كاين الدخول المدرسي، كاين واحد العمل بدا كيتضاءل لان كتعرفوا مع الدخول المدرسي ومع كثره ديال وسائل النقل الى اخره، فقطاع نقل الطرق المسافرين بين المدن كيولي عرف واحد التذبذب. ناهيك على الغازوال، ناهيك على الضرائب اللي كاينه دابا، الضريبه ديال المحور الى اخره، فتراكمات كلها كتجمع على المهني. الله يكون في عونه، كنتمناو باش يبقى ضابط النفس ديالو. نحن سوف ندافع على هذه المساله مستقبلا، كاين اجتماعات في هذا الشهر من اجل مواضيع اخرى اللي هي ديال تجديد الحاضره والتكسير، اللي حنا داخلين في واحد النقاش مستفيض مع الاداره الوصيه. كنتمناو ندرجوا هاد المساله ونناقشوها بموضوع مع الناس المسؤولين باش نتوصلوا الحلول اللي هي معقوله ومضبوطه وترجع للمهني بفوائد مهمه ان شاء الله. سي عبد الحق، بالنسبه لكم انتم شنو هي الانعكاسات السلبيه الا بغينا نفسروا المتتبع تاع الفاس بريس على الزيادات اللي تيعرف اسعار المحروقات على قطاع السيارات الاجره؟ هو بالنسبه للانعكاسات يعني كتولي تخدم مع مع البنزين، يعني كتولي تخدم باش دير مثلا واحد الثمن معين في 24 ساعه كتولي زيد واحد 70 ولا 80 درهم حتى 100 درهم. بالاضافه ان كاينين مهنيين اللي ما توصلوش مثلا بالتاسعه، كاين مهني اللي ما توصلوش بالعشره، كاين مهني اللي وهذا الارتفاع تاع الاسعار المحروقات يعني تنعكس على المدخول اليومي تاع السائق المهني طبعا، اللي هو مطالب بالروسيطه، مطالب بزاف الامور، كتنعكس على السائق المهني المدخول ديالو كيولي في واحد الستريس ديال النهار كله، يعني كيولي ما خدامش على الراحه ديالو، لان في العشيه ملي كيمشي للغازوال كيبقى يشوف غير هذاك العذاب ديال عينه، ما كتحيدش على في الصباح تشوف ولا تشوف كل 15 يوم. ماشي علاش كنقولوا ان لما لا، حنا كمهنيين كل النقاله كلهم، انا وناشد النقاله كلهم، ان لما لا نفكروا في واحد المؤسسه وطنيه اللي تحمي السائق وداوي وتحمي حتى المؤسسات اللي كيشتغلوا، حتى الشركات الصغرى والمتوسطه تحميهم تاهم. كيفاش مؤسسه؟ شنو مؤسسه؟ مثلا على غرار مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه او مؤسسه محمد الخامس للعمال بالخارج، لماذا حنا كمهنيين نديروها؟ مثلا حنا في القطاع ديال سيارات الاجره كنعطيو التامين 12 مليار سنويا، لماذا نديروا التامين ديالنا ويكونوا معنا الاخوان تاهما؟
يعني كون نديرو تأمين بلاصة واحدة مثلا شركة ديال التأمين اللي غت هذيك المؤسسة. شوف هذا المقترح هو مقترح يعني جدي ومزيان ولكن صعيب التحقيق لان انتم كان خاصه سيارات الاجره النقابه متتعدده وكثيره وصعيب توصلوا للحل. ممكن هذا ديالنا واحد ممكن مثلا كما سيونس هذه المبادره اللي دايرين ديال الجامعه لمالا الفكره تكبر ودار واحد المؤسسه وطرحتوا الفكره انتوما طرحناها مرارا ولكن خاص الدوله هي تساعد مثلا تعطي مقرات تعطي كاين بدائل حيت غتقول لي احنا بزاف الهدف ديالنا كل واحد اش غنقولوا احنا خلي هذيك بزاف ولا احنا كنهضروا على واحد الموضوع مثلا ديال الغازوال غنهضروا على الغازوال كنعطيو مثلا احنا كقطع سياره الاجره 12 مليار لما لا نديروا نوفروا احنا نديروا احنا شركه احنا ويبداو النقاله كلهم يامنوا عندنا وناس اخرى دير مثلا البنزين دير هضرت على السي بولاق على قضيه التجديد تاع عدم بين المشاكل اللي تستعانوا بها انتم في نقل المسافرين فين وصل التجديد تاع الاسطول؟ هو بالفعل كانوا اجتماعات مؤخرا مع الوزاره الوصيه من اجل واحد المشروع اللي تفضلات به وطرحته علينا ديال التجديد وتكسير الحاضره اللي رحبنا به لانه جد مهم وفيه مبالغ ماليه مهمه وهذا اسعدنا لكن النصوص التطبيقيه التي ترافقه هي فين كاين الاشكال. نحن الان في تفاوض مع الوزاره الوصيه لان كيطالبوا بواحد الحافلات اللي خصها تكون اقل من 7 سنوات هذا في اطار التكسير مع واحد المبلغ مالي ديال 50 مليون سنتيم باش توجد حافله اقل من 7 سنوات بهذا الثمن هذا غير معقول لان كما كيقولوا خص الحافله تكون عندها اقل من 7 سنوات لان الشاصي ديالها هو اللي غيقبل واحد الاليات ديال الحافله الامنه اللي كتقوم بتامين ديال في اطار السلامه الطرقيه. حنا هاد المشكله رفضنا هاد المساله رفضناها وعطينا اقتراحات ديالنا لا شفويه لا كتابيه كنقولوا من خلالها بان يعني خصنا نحدوا هاد المساله ديال السنوات ديال الحافله في اطار المسارات عندنا خطوط طويله يمكن نديروا لها اقل من 7 سنوات عندنا خطوط متوسطه يمكن نحدوا لها واحد السن اخر عندنا خطوط قصيره اللي كتعرفوا كتعاني عده مشاكل في ظل توفر عده وسائل ديال النقل كنطلبوا اولا بتمديدها او حلول اخرى عاد يمكن لينا ندعموها يمكن نحدوا لها السن ديال الحافله في 10 سنوات او في 12 سنه كما هو النقل السياحي باش يمكن لها تشتغل في واحد الظروف امنه ويكون عندها واحد المدخول باش الى اخذت هذه الحافله يمكن تسدد هذا المبلغ ديالها. الوزاره الوصيه كتقول لك لا ميمكنش انا نتفاوت على 7 سنوات وهذا اشكال كبير وحنا المطلب ديالنا ديال الخطوط القصيره يمكن ناقشنا هذا الموضوع في البلاطو عده مرات يجب اعاده هيكلتها وارجاع حقها الذي اصبح مهضوما لان ما بقاتش كتقوم بنقل المسافرين ولات كتشتغل داخل المجالات الحضاريه على الصعيد الوطني وهذا اشكال لان الحافله اللي كتولي كتخلي 200 درهم و 300 درهم لا اعتقد انها نقل للمسافرين غير بديه التهمه. الان في هذا الحوار اللي يمكن يتعرقل مره كنعاودوا ناخذوا يمكن غتكون اجتماعات في الاسبوع المقبل احنا وضعنا الاقتراحات ديالنا هو بهذه الخطوط القصيره يجب اخذها او عفوا المقاوله الصغيره والمتوسطه يجب اخذها بعين الاعتبار قبل ما يتنفذ على هذا المشروع. وضعنا عده اقتراحات من ضمنها 10 سنوات 12 سنة بالنسبة للخطوط القصيرة يجب تأهيلها وإعادة هيكلتها من أجل أن تشتغل ويكون عندها واحد المردود اللي هو مهم. إذا كان عندها واحد المردود مهم سي بوستا يمكن لنا ناخذ حتى حافلات دوبل في اللي تحدات القيمة ديالها في 90 مليون ديال السنتيم زائد واحد 10 مليون سنتيم ديال دوك لي زانسترومون اللي غيكونوا في الحافلة من أجل السلامة الطرقية وحنا مستعدين ولكن بدون هيكلة بدون إعادة التأهيل راه ما يمكنناش ناخذ واحد كاردو بلفي وهو ليس له مردود اللي غادي يقدر تسد به يمكن دوك لي تخيط او الى اخره. القضية تاع تجديد الاسطول مطروحة ايضا في سيارة الاجرة انطلق المشروع منذ سنوات دابا سيارة الاجرة اللي كاينين دابا مع تجديد الاسطول ربما تما خصهم يتجدوا.
طبعا لا بالنسبه لهذا الامر هذا بالنسبه للقطاع ديال سياره الاطره الصنف الثاني كيستافد كل 5 سنوات وبالنسبه للصنف الاول كيستافد كل 10 سنوات وهذا بصراحه انا كيبان لي جائر في حق سياره الاجره الصنف الاول لان باش تخدم 10 سنوات خصوصا الناس اللي كتخدم وسط الخطوط الصنف الاول وما التاكسيات الكبار تاكسي كبير تاكسي كبير مثلا اللي كيخدم في مطار محمد الخامس خاص اعاده الهيكله ديالو حيت انه وجهه وكذا الا كانت الدوله جاده وكتفكر في الاستثمار وفي السياحه وكتفكر في المغرب الجديد وفي المقبلين على كاس العالم بزاف ديال يعني الشعارات كبيره لماذا فكروا في هذه المساله هذه ويكون واحد الدعم استثنائي مثلا يكون اقل من 10 سنوات لان يعني السياره باش تخدم 8 سنين مثلا ولا 9 سنين ولا 10 سنوات فسياره الاجره راه صعيب الحال شويه اذا جاء الوقت اللي نحاولوا هذيك المده نقصوا منها على الاقل تكون 8 سنوات بالنسبه للتاكسي الكبير لان الناس الاولين اللي غيروا السيارات ديالهم حوالي 2024 عاد يكملوا 10 سنوات اذا جا الوقت اللي نفكروا ان نقلصوا من هذيك السنوات ديال الاشتغال ديال سياره الاجره باش نحاولوا نقدموا احسن جوده ونقدموا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله سي عبد الحق نفتحوا نقاش في حلقه اخرى من برنامج كاسيتي على المشكل تاع التجديد تاع اسطول سياره الاجره او التجديد تاع نقل المسافرين شكرا سي عبد الحق على المشاركه في هذه الحلقه هذه وشكرا سي سمو بولاق وتبارك الله عليكم الى اللقاء متتبعي قناه انفاسبريس في لقاء وفي حلقه جديده من برنامج كاسيتي